اهلا بيكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في لايف جديد من محافظه الفيوم، خاصه من قريه السنجق بمحافظه الفيوم، احدى القرى اللي بتشتهر بزراعه النباتات الطبيه والعطريه. زي ما احنا شايفين كده، عباد القمر ده واحد من اهم النباتات الطبيه والعطريه في الفيوم وفي مصر وعلى مستوى العالم. يعني النبات ورده، هو عباره عن زهر عادي جدا، هتشوفوها هتحسوا ان ده عباره عن ورود مزروعه، لكن الحقيقه ان هو لا، مش مجرد ورده مزروعه، ده واحد من اهم النباتات اللي بتستخدم في صناعه الادويه والبرفانات والمكياجات على مستوى العالم. والنبات ده بيخرج من هنا من اراضي محافظه الفيوم لأوروبا واليابان والأمريكا والدول مختلفة على مستوى العالم، بياخدوا ده وبيدخل عملة صعبة مهمة جدا لمصر. عايزين نعرف أكتر عن النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم. دي المرحلة الأولى للنباتات، اللي هي وجود النبات في الأرض تمهيدا لمرحلة الجني، وبعد كده مرحلة التجفيف قبل مرحلة التصدير للخارج. معانا الحاج جابر محمد، واحد من أهم المصدرين في محافظة الفيوم. عايزين نعرف من حضرتك بقى عن عباد القمر والنباتات الطبية والعطرية والمرحلة دي اللي احنا شايفينها. المرحلة دي طبعا زي ما احنا قلنا سابقا في اللايف اللي فات، قلنا النباتات الطبيه والعطريه ان احنا بنزرع محاصيل هنا نباتات طبيه وعطريه، والمنطقه مشتهره بالنباتات الطبيه والعطريه لانهم عندهم خلفيه ببساطه كده عن زراعتها، وعندهم خلفيه الناس عن القطف بتاعها وعن كل حاجه. فهنا بنزرع المشتل الاول باخد النبات ده بسيبه في شهر 3، ادور على القرص الكبير واعلم الشجره دي وما اخليش حد يجمعها علشان اكسر منها البذور اللي هي زرعها السنه الجايه. فبشوف اللي هي قرصها كبير زي كده ماشي، واستبعد اللي هي الصغيره اللي زي كده عشان اطلع انتاج. فامسك دي كده اعلمها، احط في وسطيها عصايا، ورقه اكتب عليها ورقه اي حاجه، واقول للعمال اللي هي بتقطف ما تقطفش الشجره دي. اسيبها من شهر 3 لحد شهر 5، شهرين، لحد ما البرتقال دي يقع من عليه ويطلع لي البذور من تحت. اخد البذور واحطها في مكان بين الشمس والظل حوالي 4 ايام، واغربلها واحطها في شويه الخيش واشيلها في مخزن بارد جاف للسنه الجايه لحد شهر 8. اجي في شهر 8 اللي هو اغسطس واعمل مشتل حوالي على حسب المساحه اللي انا هزرعها، كل ايراط بيظهر بارد جاف للسنه الجايه لحد شهر 8. اجي في شهر 8 اللي هو اغسطس واعمل مشتل حوالي على حسب المساحه اللي انا هزرعها، كل ايراط بيزرع فدان، او كل ايراط بيزرع 2 فدان، وكل ايراط بياخد معي حوالي 3 كيلو بذور من ديت، بياخد 3 كيلو بذور. اغطي المشتل بتشيت او بصوبة يكون متضللة، مش اللي هو بلاستيك عشان تعمل لي سخنية تحت، لا، ضل شبك سيرم تشيت بيتقال عليه كذا حاجة ماشي. أضلل لحد ما تطلع النباتة 40 يوم، بيبقى طالعة على ورقتين، بيبقى لسه الجو لسه حر عليها في شهر 8، طالع على ورقة 2 ورقة زي كده. بقلعها بعد 40 يوم، اكون مسكت المزرعه بتاعتي اللي انا هزرعها بقى الفدان الاثنين الثلاثه، احط السماد بتاعي اللي هو الكومبوست او السبخ البلدي، وبعد كده احرد واخطط واعمل المصطبه حوالي من 60 سنتي ل 80 سنتي على حسب، انا في الجبل بعملها متر عشان بسقي على التنقيط، لو انا هنا في الارض الغمر في الارض الطينيه بعملها 80 سنتي، وازرع بني النباته والنباته حوالي 30 سنتي ماشي. وبعد كده بعد الزراعة بسمد بصبر فوسفات، بحاجات من هذا القبيل، بحط بكتيريا، برش بكتيريا معينة علشان بتجيلها الدودة بتاع القطن، بتاكل النباتة وهي لسه ضعيفة، فبرش لها بكتيريا حاجة اسمها ترسر، مادة فعالة ماشي. وبعد كده ببتدي أقطف منها، تطلع لي بعض الورد زي كده، أقطف منها من أول شهر 11 لحد شهر 4 شهر 5، اخد منها حوالي 15 قطفة كل 10 ايام، كل 12 يوم، كل اسبوع على حسب الشمس. الشمس جميلة لا بجمع كل اسبوع، الشمس بطيئة والجو مغمم او في امطار او كده اقعد 12 يوم اما اقطف.
وكل كيلو فريش بيلعب في سعر من 3 جنيه ل 4 جنيه. الكيلو الفريش اخضر كده من 3 جنيه ل 4 جنيه. الفلاح بيجمع له كل اسبوع او كل 10 ايام 400 كيلو 500 كيلو في 4 جنيه بحوالي 1000 ونص ولا حاجه. فكل اسبوع بيصرف، بيلقى فلوس، بيلقى دخل عشان يقدر يصرف، عشان هو دور راس المال بتاعه، عشان هو دور الرصيد بتاعه. عقبال ما القمح بتاعه يطيب والمحاصيل بتاعته الاخرى اللي هي الموسميه تطيب، بيكون بيجمع من ده، من اللي هو الكاموميل او الاقحوان، بيقطف منه كل اسبوع ويصرف. ادي القصه بتاع الاقحوان، بيقطف منه كل اسبوع ويصرف. ادي القصه بتاع الكلانديولا. تمام جدا. طيب بالنسبه للعلاقه بين الفلاح والمصدر، تمام، بتتابعه بقى من بدايه الزراعه ولا بيكون ازاي؟ انا بتابعه من اول البذور. بيقول لي عندك بذور مضمونه، بقول له موجوده بذور مضمونه، لانه لو خد بذور مش مضمونه، او هو ما عرفش يكسر بذور، او هو كسر بذور على ملاح، ملاح يعني كله مع بعضه، فبيطلع معاها الصغيره والكبيره، فبياخد مني انا بقى بذور، انا المصدر بتاعه اللي بياخد مني البذور، بديله البذور، ممكن يزرعها في المزرعه على طول، وممكن يعمل مشتل، يعني ممكن ياخد البذره يتاخر شويه، بدل ما يزرع في شهر 8 يزرع في 9، بس يرميها بذره، يكون الجو اضطر شويه، الجو بارد، شهر 9 شهر معتدل، ويرمي البذره، بان البذره والبذره حوالي من 20 30 سنتي، وبعد كده ان طلعت كلها بيقلع، بيشيل منها اللي في النص، يخلي بين الواحده والواحده 40 سنتي، لو ما طلعتش بيبقى طالع واحده هنا وواحده هنا، بتغطي بعضها الاخر. ماشي. دي بالنسبه للبذور. لو الارض بتاعته ضعيفه او حاجه من هذا القبيل، لا بياخد شتلات، ممكن نعملها له كمان مشتل، وياخدها مننا على طول شتلات جاهزه، يزرع على طول في شهر 9، وناخد منه الانتاج من اول شهر 11 لحد شهر. مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، معانا كمان واحد من المزارعين لنبات عباد القمر او النباتات الطبيه والعطريه بمحافظه الفيوم. ازاي حضرتك؟ شعبان بكر محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اعرف بقى، انتوا هنا المزارعين ليه بقيتوا بتحبوا تزرعوا عباد القمر والنباتات الطبيه والعطريه؟ عشان ان عباد هو بينتج معانا. اه، العباد بينتج معانا وكويس، هو طبعا هو ما فيش دخل من اي محصول تاني في الشتاء اكتر من العباد. بقالكم قد ايه بتزرعوا العباد؟ بقالنا 30 سنه بنزرع العباد. اه، انتوا هنا مزارعين كتير بقى بتزرعوا عباد القمر ايوه بنزرع كتير. بنزرع يعني كل واحد بيزرع في زرعته هو عباد عشان المصاريف. بتزرعوا امتى؟ بتبدا زراعته في شهر كام بقى؟ بنبدا في شهر 8، ولو هنشك بنشك في شهر 9 او شهر 10. وبيستمر معاك لحد شهر كام؟ لحد شهر اخر 4. لحد اخر 4. أيوة. بتجمع منه بقى كل قد ايه بتجمع منه؟ كل يعني في الشتاء كل 12 يوم او 13 يوم. ولما الجو بيسخن كل اسبوع. كل اسبوع. ايوه. حضرتك زارع مساحه قد ايه؟ يعني حوالي من 6 قراريط. 6 قراريط. أيوة. بيجيبوا لك بقى محصول حوالي قد ايه؟ بيجيبوا حوالي من 500 جنيه في الجامعه. اللي هو كل اسبوع مثلا؟ ايوه. اه. طب وبيصرف عليك قد ايه كمان؟ يصرف بقى يعني يصرف ايه، ما هو يعتبر احنا شكينا، وطبعا بنرمي سماد وبتاع فخلاص، فما فيش مرحله. اه، ما فيش اكتر من بلسقي بس سي. طيب لما تبقى عايز معلومه عنه، او عايز تعرف مثلا معلومات عن النبات، او في لا قدر الله اصابات او حاجه، بتسال مين؟ بنسال بقى اللي هو بتاع الادويه. بنروح مثلا نقول له مثلا في عندنا مثلا نوع يعني العباد بتاعه بيصفر كده. بنجيب ادويه للصفار ده وبنرش. اه، ده اللي بيفيدكم. ايوه، بس يعني ادويه يعتبر حيوي. اه. طب في ارشاد زراعي بيجي لكم المهندس مثلا الزراعي اللي تبع الجمعيه الزراعيه، بيجي لكم هنا يعملوا لكم ندوات او حاجه ويوفروا لكم معلومات؟ في ايوه ناس بتيجي تعمل ندوات هنا، بيقولوا لكم معلومات، بيقولوا لنا بقى على موضوع الرش. وموضوع ان ما ترشش رش يعني رش وحش، رش كله حيوي. اه، بس وبيشرحوا لنا يعني على موضوع الرش والزراعه والبتاع والحاجات دي. شكرا لحضرتك جدا.